علماء وعقلاء مدينة القدس إنهم يقوموا بتوفير سكن وإسكان، مشاريع إعمار، مشاريع إسكان بأجرات مخففة أو بدفع يعني شراء بيوت بمبالغ خفيفة، لأنه ما فيش عندنا القدرة أن ولد من أولادنا يشتري أي بيت ب300,000 دولار ب400,000 دولار. هو لو في هذه المبالغ ما بتلاقيش الكتابة السكانية داخل البلد القديم أو خارج البلد القديم. لأنه في عنا اليوم خطتين سياسيات تشتغل عليهم بلدية القدس، هي خطة 2020 وخطة 2050 اللي تهدف بشكل رئيسي وبشكل كبير جدا إلى تقليل نسبة العرب إلى أقل من 17%، والفئة الوحيدة والعدد الكبير الوحيد الموجود موجود في هذه المناطق. فإذا في يوم من الأيام إجت حكومة الاحتلال وأغلقت كل المعابر وقالت ما قبل الجدار أو في المناطق سي من يسكن فيها هو من الضفة، بنخسر ما يقارب من 150 ل 200 ألف مواطن مقدسي. يعني احنا بنحكي أكثر من النصف سكان مدينة القدس بيخسروا هوياتهم، فبطلوا قادرين يدخلوا على مدينة القدس، وفعليا بيخسروا حلمهم بوجود مدينة أو بوجود عاصمة لفلسطين في مدينة القدس. كما تشاهد، لو تاخذ كاميرتك شوي وتطلع على منطقة الباب العمود، منطقة بوليسية احتلالية تهويدية بشتى المعايير. يعني إذا أنت بتنزل على بوابات البلد القديم اليوم فبتحس حالك نازل على منطقة حروب، وهذا طبعا لإرهاب الناس ومنعهم من الدخول إلى البلد القديم فوضعوا هذه العراقيل. مدينة القدس مدينة تعتمد فقط على السياحة، يعني عدم وجود السياحة معناته عدم وجود مال أو مدخول مالي لكل تجار البلد القديم الموجودين اليوم داخل البلد القديمة أو داخل أسوار مدينة القدس. عدد سكان مدينة القدس بشكل عام قاعدين نستخدم السياحة الداخلية. السياحة الداخلية تعتمد على عرب الداخل أو عربنا في أراضي 48 بالإضافة إلى الضفة الغربية، ولكن عدم وجود تصريح بالإضافة إلى بعد الناس ووجود هذا الحاجز، خاصة سكان كفر عقب ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط، وجود هذا الحاجز اللي بيعطيهم إرهاق وتعب لوصولهم لمدينة القدس فبيبعدوا عن مدينة القدس بشكل كامل. إشي طبيعي هذا الموضوع موجود، اللي هي سياسي ممنهجي، لأنه يعني أنت لما بتروح تشتري بكفر عقب أو في راس خميس أو شعفاط تشتري دار ب 200,000 شيكل و 250,000 شيكل، هذه مبالغ بسيطة كتير. فحسب الإشاعات اللي إحنا بنسمعها إنه في يوم من الأيام رح تطلع كفر عقب وراس خميس وشعفاط
وجزء من العيسوية وجزء كبير من عناتا تطلع وتصير خارج مدينة، خارج حدود مدينة القدس. فمعناته أنه أعداد كبيرة من السكان أو من الأزواج الشابة راح يفقدوا امتيازهم بحقيتهم من يكون معهم هوية زرقاء.